الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا هنبتدي معاكم حلقتنا مع ضيفنا الاستاذ الشاعر الكبير استاذ فوزي ابراهيم، منور الراديو 90 90 ومنورنا. نورك يا مينا، ربنا يخليك يا استاذك يا رنوش. يا استاذنا انت منورنا، وطبعا احنا النهارده حلقه مهمه جدا جدا، بس هنبداها كده بالراحه، بطاقه الفنيه، شويه اسئله سريعه بسيطه. شفت بالراحه دي. بس بقول لك ايه، انا جاي قلقان اساسا. انتوا عيال اشقيه. لا خالص، وانا مش مطمن لكم. والله احنا طيبين. بطاقه فنيه ايه؟ هنرجع 30 سنه ورا. امال ايه، الناس نفسها تعرف بقى الحاجات بقى المستخبية دي، حاجات بسيطة يعني مش صعبة. أول سؤال، الأستاذ فوزي إبراهيم ده اسم فني ولا الاسم الحقيقي؟ لا، فوزي محمد إبراهيم. تمام. حضرتك دخلت من باب الغنى إمتى كشاعر؟ سنة كام؟ دخلت وأنا في الجامعة، كان كنت بمثل وبخرج، فكنت بكتب أغاني للمسرحيات، يعني أعمل أوفرتير، أعمل أغاني جوه الدراما. ده بدأ يعني بدأ علاقتي بكتابة الأغنية من هنا، من الصعب للسهل يعني. ده تقريبا ده اصعب حاجه يعني. يعني صح. طيب، حد من العيله في الوسط الفني؟ لا، بس والدتي كانت صوتها حلو، كانت بتغني حلو، الله يرحمها. حضرتك فاكر اول اغنيه كتبتها في حياتك قبل الاحتراف؟ اول اغنيه كان تقريبا كانت حاجه اسمها اموره يا ام التوب. احنا عندنا اصل الشرقاويه. الله. انا شرقاوي. احسن ناس. البنت الشرقاويه تشوفها في التوب القص الاسود ما تعرفش تشوف غيرها. فكتبت لها ايه بقى؟ اسمعها يعني. انا فاكر بس اموره يا ام التوب، مش فاكر ايه تاني. ماشي. طيب، مين اول حد تعرفت عليه في الوسط الفني؟ اول حد تعرفت عليه في الوسط الفني كان طارق فؤاد واحمد الحجار. كنت بمثل في مسرحيه اسمها رابحه، كانت بطوله فايزه كمال، الله يرحمها. والاستاذ رضا الجمال ورضا حامد. انا قلت لكم ان انا بدات انت يعني مصرح. علاقتي بالغنى اساسا بالمسرح، كنت بمثل وبخرج. ويعني مش عايز اقول لكم بقى ممثل اول ثانوي وممثل اول جامعه وممثل اول جامعات مصر. موضوع كده ما كانلوش اي علاقه خالص يعني. المشروع كان اساسا مشروع ممثل، سبحان الله. وجاي بيه بقى مشروع ممثل. فجيت على البالون المسرح الغنائي، تعاقدت معاهم وعملت مسرحية، ودي كانت التانية. اتعرفت بقى على طارق فؤاد وعلى أحمد الحجار، وكان طارق فؤاد وقتها لسه ما بدأش وعنده طاقة، عايز يلحن على ما يلاقي منتج وحاجات زي كده. فقلت لهم أنا بعمل حاجات لنفسي يعني، ما لأن أنا مشروعي اللي جاي بيه واللي مركز فيه مشروع ممثل، فبعمل حاجات كنت بعملها جوه الدراما، وفي حاجات أي حالة بتجيني بكتبها فأنا هوريكم. وكان أحمد الحجار وقتها عذوريني كانت مكسرة الدنيا والطلب عليه كتير ومحتاج كلمات. قلت لهم أنا هجيب لكم اللي عندي، لقيته ينفع. أهلا وسهلا، ينفع جدا. فوريتهم اللي عندي، قالوا لي يا ابني أنت لازم تسيب التمثيل وتركز في كتابة الأغاني، أنت يعني الشاعر عندك لا يقل أبدا أهمية عن الممثل. وشوية شوية فعلا لقيت نفسي في تميز مع كتابة الأغنية يعني. تقريبا في شهر واحد كان الأستاذ محمد رؤوف برضو من أبناء مسرح البالون، طارق راح عرض عليه أربع أغاني مرة واحدة أو مجموعة أغاني يعني، فراح واخد أربع أغاني كلماتي أنا. فلقيتني في شهر واحد ما شاء الله شغالين ايه، داخل الاستوديو في اربع اغاني، وبقعد حاطط رجل على رجل والاستاذ فوزي ابراهيم، ويعرفني الموسيقيين واي والمطرب اللي داخل بعد منه، والموضوع كبير. في حين ان انا في المسرح اللي هو عشقي قاعد ضئيل جدا في مسرح البالون اللي هو الغول ده، مش حاسس. بس حضرتك كنت حابب اني اكتر؟ كنت حابب المسرح اكتر؟ لا، كنت حابب المسرح اكتر، بس بس تعبت. لانه احنا بص، في افه موجوده عندنا، وانا بقول ده دايما كتير. مخرجينا للأسف الشديد دايما نظرتهم للي جاي من الأقاليم ان هو مهووس شهرة، يعني ما يكلفش خاطره في انه يبص انت جواك حاجة عندك حاجة ولا لا. لازم يحكم انت عليك. اللي تفضل تدور وتفضل فارض نفسك سنة واثنين وثلاثة على ما تبدأ تقول لهم او ياخدوا بالهم ان انت جواك حاجة. فانا قعدت سنتين ثلاثة محدش قادر اكتر من ان انا يعني. اكبر حاجه عملتها دور 10 دقائق او ربع ساعه، وانا ممثل اول جامعات وممثل اول جامعه في حين ان انا زي ما بقول لك في ايام معدوده لقيت نفسي في الاستوديو قاعد مكرم معزز
باخد فلوس كويسه قد اللي انا باخده في المسرح مرتين ثلاثه، بتقدم للموسيقيين اللي داخلين او للمطرب اللي داخل بعد المطرب اللي انا بسجل معاه، الاستاذ فوز ابراهيم اللي كاتب الاغنيه دي، فالناس تسمع الكلمات الله ايه الجمال ده. فتلاقي رد الفعل هنا رد فعل جميل اللي انت محتاجه هناك، اللي انا محتاجه هناك ما بلاقهوش هناك وبلاقيه هنا. ففوزي ابراهيم الشاعر فرض نفسه على فوزي ابراهيم الممثل للاسف. بس بعد كده الممثل لا بس عايز اقول لك على حاجه، بس بعد كده الممثل ما سابش الشاعر، لانه الشاعر بيكتب بروح ممثل بالظبط طبعا، بروح مشخصات بيلبس بيخش جوه بالظبط كده طبعا. وبيبقى حريص على انه لما يخش لازم يخش باستهلاله قويه، ولازم يبقى فيه سوكسيه بعد قفله الكوبليه، بعد قفله المذهب، وبعدين بعد قفله السينيو، وبعدين لازم يكون فيه تصاعد في الاحساس. يعني الممثل مش 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 والمخرج مطلوب على فكره مطلوب والمخرج طبعًا كمان موجود جوه كتابه الاغنيه اكيد. فيعني كان مفيد. اول اجر استاذ فوزي ابراهيم اخده كان كام؟ 250 جنيه بس، كانوا اربع اغاني فكانوا 1000 جنيه، واول مره امسك في ايدي 1000 جنيه. عايز اقول لك ان انا وقتها كنت بعمل مسرحيه رابحه دي، كان العقد بتاعي شهر بروفات وشهر عرض ب 200 جنيه. يا الله تدفع انك تاخد في اغنيه 150 جنيه ده رقم 250 جنيه ده رقم بالظبط. وبعدين ايه اربعه مع بعض في 1000 جنيه اللي هو، وفي وقتها بقى كنت يعني خاطب وعايز اتجوز وحاجات زي كده، ف 1000 جنيه من الغنى في حين بس برضو الحكايه ما كانتش فلوس. يعني الحكايه زي ما قال مينا انه هنا لقيت نفسي معزز ومكرم، اللي انا كنت محتاجه هناك. مظبوط. تقدير. مين اول مطرب معروف غنى كلمات حضرتك؟ الاستاذ محمد رؤوف، بعد منه طارق فؤاد عملت له لومي. بعد كده بقى هاني شاكر، القفزه كانت على طول يعني هاني شاكر. عملت له اغنيه كانت اسمها جيالي في البوم شاور، وبعدين انا عايش عمري وما اعرفش كم عمري انا، لحن خليل مصطفى، توزيع محمد ضياء، وكان محمد ضياء دايما يوزع حاجته بس اول مره يتخطف من الموضوع يقول انا هوزع الاغنيه دي. وبعدين بعد كده بقى اتنقلنا بقى على ايهاب، هنتكلم عنكم على كل طيب، وعملنا العالم ما انتهاش. حضرتك لو ما كنتش شاعر او ممثل او صحفي، كنت كان نفسك تبقى ايه؟ كنت تشوف نفسك فين؟ مدرس. مدرس ايه؟ مدرس رسم. برضه فنان. بتعرف ترسم؟ فنان برضه. انا يعني كنت بتحب الرسم. بادئ حياتي برسم وبغني زي اي حد في الاول كده اللي جوه طاقه. طيب تعالى نروح نسمع جورج وسوف، انت غيرهم يلا طبعا من حاجه من روائع حضرتك، ونرجع نكمل حلقتنا. شكرا. لسه بتسمعونا مكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى مع مين عطا ورنا سماحه، وضيفنا الشاعر الكبير الاستاذ فوزي ابراهيم. استاذ فوزي هنتكلم شويه بقى عن الكواليس، هنحاول نجمع في الاسئله اكبر عدد من المطربين اللي حضرتك اشتغلت معاهم. نبدا بحد من الجيل الجميل، الفنان حلمي عبد الباقي. عملتوا سوا اغاني كتير وعايزين نعرف ايه هي اكتر اغنيه في شغلكم بتحبها، وفي رايك ليه اختفى حلمي عبد الباقي؟ حلمي انا عملت معاه تقريبا او خلينا في اكتر في اشهر حاجات بحبها، في اغنيه اسمها انا مش حزين على انهم باعوا، انا حزين على انهم ضاعوا، وفي اغنيه تانية اسمها ما كانش حب. دول اكتر غنوتين بحبهم. اما مساله ليه اختفى، لانه هو يعني في ناس كتير جدا بتيجي في مرحله كده وبتحس انه الفن لوحده يعني ما بيديش الامان، يعني لازم يبقى في بيزنس، في بالظبط حاجه تسند. ففي ناس بتعرف او خليني اقول لك انه اللي بيعرف يجمعوا ما بين البيزنس والفن قليلين قوي. صحيح. يعني تركيبه الفنان حاجه وتركيبه البيزنس مان حاجه تانية خالص، قليلين قوي اللي قدروا يجمعوا بين الاثنين. حلمي اخر حد يعرف يبقى بيزنس مان، لان هو بني ادم طيوب جدا وكريم جدا. فنان بالظبط. فاعتقد انه الاسباب دي او التركيبه دي خلته ضيع سنين طويله، وفي نفس الوقت ضيع معاها نجاحات وضيع معاها فلوس كمان. لكن اللي زي حلمي يعني طالما له رصيد عند الناس موجود، سهل جدا يرجع على فكره. يعني ما فيش مطرب حقيقي سايب رصيد بينتهي، ولا في شاعر حقيقي سايب رصيد بينتهي، ولا في ملحن حقيقي سايب رصيد ينتهي بغنوه.
يرجع. صح، غنوة حلوة مواكبة بغنوة يرجع. يرجع صح مظبوط. أصالة عملت معاها بقى إيه أغنيتين يعني ضميرك صحي وما قلتليش من أهم أغاني أصالة. كلمنا شوية عن كواليس الشغل بينك وبين فنانة أصالة. أنا بدأت مع أصالة بما قلتليش، ما قلتليش من الأول ليه لحن الأستاذ حلمي بكر طبعا. وجنني هو. أنا رايح بقى لحلمي بكر متخيل بقى أنا حلاقي الشغل بقى التقيل الدسم، فلقيت تيما فلامينكو وجيتارات حاجة تجنن. وكان عامل هو كان عامل الفكرة الدخول ما قلتليش من الأول ليه على أنت مش قادر تنساها، شوف السكوت أو شوف السكات وصلنا لإيه بهواك أنا وأنت. قال أنا مش عارف أكمل، أنا عايزك أنت. فأنا اللي كملت خدت الفكرة وكملت. دلوقتي قولي هنعمل إيه إحنا الثلاثة، هنعمل إيه الحالة برضه طبعا. بعد كده بعد ما نجحت ما قلتليش، ولو انها للاسف في خلافات حصلت ما بينهم هما الاثنين ما بين حلمي واصاله جانت على الاغنيه. لا ما جانتش خالص، الاغنيه نجحت وكسرت. ليه؟ مع ان استاذ حلمي مش بتاع مشاكل يعني. لا ما لا ما جاتش منه يعني للامانه المره دي ما جاتش منه. مش قادر اصدقك بس اصدقك عشان انا طرف في الحكايه. ماشي صدقك. يعني هما خدوا الاغنيه غنوها مع وسط البلد من غير ما يرجعوا له ولا يرجعوا لي ولا. فالحاجات دي اللي انت قلته في اول الحلقه اللي هو التقدير. ابسط حاجه ارجعي لي قولي لي ابسط حاجه. فيعني بس خلاص هم يعني بقى كويسين. ضميرك صحي ايه الاغنيه دي؟ كانت اصلا معموله لسميره سعيد. الله. دي لحن سمعتها بصوتها. دي لحن صلاح الشرنوبي. طبعا كانت معموله لسميره سعيد. وبعدين سميره ركنتها بتاع يجي سنتين واحنا هنتجنن. الواحد لما يكون كاتب موضوع كويس مستنيه طبعا. انت مش كل يوم بتكتب موضوع كويس يقدم كمان والناس تدفع له مقدر الحروف. وللاسف ساعات حد تاني يقتبس ويروح نازل ويبقى هو اللي سبق وانت اللي بتقلده. وانا كمان مع يعني في حاجه كده بؤمن بيها ان الافكار مجرد ما تتقال حتى لو ما حدش سمعها بتوصل لحد تاني. ده بيقول عليه توارد الخواطر وبتبقى انت بعد كده انت اللي قلدتي. صح. فطبعا حصلت. يعني جت اصاله سمعتها عند صلاح اتعلقت حبيتها جدا وكانت من احلى اغاني الالبوم ده الحمد لله. وكان يعني كانت من نصيبها ورزقها يعني. نروح للكينج محمد منير. طبعا حضرتك عملت له اغنيه من احلى اغانيها طلب السماح. كلمنا عن كواليسها كده. وانت بتكتب لمنير بتختار مواضيع معينه افكار معينه ولا بتكتب؟ لا هي دي كانت تيمة. كانت تيمة الاول. دي كانت تيمة عملها صلاح. الله. وانا كتبت عليها. جميله. وكان لازم هنا يذكر نصر محروس بالخير الاستاذ، لانه نصر كان عامل البوم دسم جدا اللي هو اللي هو فري ميوزك. لا انا عايز افتكر اسم كان اسمه فيعش البنات تقريبا. البوم منير بس يعني. فيعش البنات. البوم منير فيعش البنات منير. فالالبوم يعني مجموعه اغاني جامدين جدا بس ما فيش غنوه يتفتح بيها. فيش غنوه يتفتح بيها الالبوم. هو طبعا عنده سنس عالي جدا في انه ازاي يرتب البوم، فبيدور على غنوه يفتح بيها الالبوم. فجاب صلاح وقال له انا عايز كذا 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 كذا. فقعدنا اشتغلنا عملنا ورشه. صلاح عمل التيمة الاول قنبله يعني. دي كتبت على تيمة. دي مزيكا وبعدين انا كتبت عليها طلب السماح. طيب ايه بقى حكايه لن اعيش في جلباب ابي بديانا حداد؟ تن 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 صح. عندنا كل حاجه. دي فعلا يعني الملهمه في ده. او خلينا اقول بقى المؤلف اللي هو كان مين اللي عامل اللي نعيش في جلباب ابي؟ مين كان عامل اللي مش فاكر دلوقتي. مش فاكر. خايف اقول اسم يطلع غلط. مجد ابو عميره مثلا. لا 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 المؤلف يا حبيبي مش المخرج. يا ريتك ما قلت. طيب هنعرف بعدين. تشوف اسمه. انا اعرف بعدين. انا لقيت عبله كامل بتبص لنور الشريف الله يرحمه بتقول اللي في بالي ولا على باله. وهي هتتجنن عليه وهو مركز في الخرده وفي قصه الصعود. فرمت استاذ احسان عبد القدوس رمت الكلمه دي. اي بالظبط. روايه ماخوذه يعني من الروايه. من الروايه مصطفى محرم سيناريو حوار. فكمل خلاص يا حبيبي اذا نسمع الحكايه. فانا الكلمه خبطت في دماغي
جملة بنت لزينة اللي في بالي ولا على بال. في نفس التوقيت انا ساعات بقى لما كلمة يعني بسميها مبعوثات. يعني عايز اقول لك ان ممكن يبقى في 5-6 شعراء قاعدين في قاعدة وانت تقولي جملة تفش. واحد من 5-6 ياخد باله منه بيبقى واحد بالظبط هو اللي خد باله بتبقى مبعوثاله هو. فانا خدت الجمله وروحت لقيت صلاح بيكلمني, صلاح الشرنوبي. رحت له قال لي دلوقتي ديانا حداد عايزه تغني مصري. انا كنت من الناس الرافضين لفكره ان ديانا حداد بالذات او ما كنتش مقتنع بانها ممكن تنجح في المصري لطبيعه صوتها الجبلي. هي صح يعني شكل صوتها مش مصري, شكل صوتها مش مصري وهي ناجحه صح بأماني وكانت مكسرة الدنيا طبعا. طب انت هتاخد واحدة مكسرة هتعلى ازاي؟ صح لازم حاجة مختلفة. واحدة هي اوريدي فوق مكسرة الدنيا عشان تشتغل معاها يا تعلى على اللي هي عملته يا تقعد في بيتكم. صح والحمد لله الواحد اتعود انه كل ما يجي يشتغل مع حد لازم يبصم لازم يفرق. فقلت له صلاح انا ديانا هتغني مصري ازاي؟ قال لي يا سيدي هي عايزة تغني مصري عايزين نعمل لها حاجة. قلت له طب اقول لك على حاجة, انت غششني, انت الاول اعمل تيمة اعمل حالة واديني وانا. قلت له بس استنى قبل ما تشتغل انا عايز اديك الافيه ده اللي في بالي ولا على باله. خد الافيه ده اشتغل عليه. صلاح خد بس اللي في بالي ولا على باله ريح بالي اللي في بالي ولا على باله حير بالي وارتاح باله. بس الاربع شطرات اديتهم له وقلت له ابدا بدول وكمل من عندياتك وانا همشي وراك. خد الاربع شطرات فعلا اشتغل وعمل اللحن كامل وانا خدت بعد كده بدات اكمل البنى. حلو قوي. طب حكي انا عملت الامال ماهر رايح لك روحي واسالني انا. طيب كانت لسه امال في بدايتها كان ساعتها. اول اول البوم هتغني بقى حاجات بعيد عن الكلثوميات يعني شغلها الخاص بقى. ودي برضو كان اشتغلتوا سوا ازاي؟ كان تحدي جامد جدا. طب ابدا الاستاذ محسن جابر جه كلمني انا وصلاح الشرنوبي. بدانا الاول باسالني انا وبعدين عملنا اسالني انا مرحله وسط ما بين بقى الكلثوميات يعني ما بين الكلاسيك اللي هي كانت بتغنيه وما بين الجديد. فعملنا حاجه شرقي طرب بمزيكا جديد طرب بس في نفس الوقت ما هوش تقيل قوي يعني. بس عملنا اسألني انا وبعدين بعد كده لقيت الاستاذ محسن بيقول لي انا عايز حاجة تانية عايزين حاجة بقى جنبها خفيفة. قلت له طب مين؟ قال لي هي عايزة تشتغل مع محمد رحيم وقريدي هي رايحاله كمان يومين ثلاثة عشان تسمع. رحت الرحيم قلت له رحيم سمعني التيمات اللي عندك امال جايه لك وبتاع. قال لي دي جايه له وعايزه وهي عندك حاجه وبتاع. قلت له سمعني التيمات اللي عندك. سمعني رايحه لك روحي برضو نفس الحكايه الافيه كان رايحه لك روحي بس. قلت له محمد انا معايا الافيه ده اشتغل عليه وتجنن وما تشيلش هم انا يعني اعمل عيش وانا وسيبني عيش. وقد كانت عيش. وقد كانت هو اشتغل رايح لك روحي عملنا حلو. عايزين نتكلم بقى عن راغب علامه. عملت معاه سيد الغاليين, كلمنا شويه عن الاغنيه دي وكلمنا عن خصوصا ان الاغنيه دي كانت مختلفه على لون راغب علامه. سيد الغاليين كان في التوقيت ده اتعرفت على محمد سعد اللي هو عامل اخصمك. طبعا هو ملحن موهوب جدا جدا لكن الدنيا خبطت معاه كتير وهو خبط معاها وتركيبته كبني ادم ما كانتش مخليه قادر يسلك يعني. لحد ما في صديق مشترك جابهولي وتعرفنا على بعض. سمعته لقيته موهوب جدا جدا ومختلف. قلت له بص كان وقتها بيشتغل في شركه دعايه واعلان. قلت له بتاخد كام؟ قال لي باخد كذا. قلت له لا اجل ام الحكايه دي وتعالى ركز معايا هتركز معايا شهر يعني هتخسر مرتب شهر تركز معايا. قعدنا في الشهر ده عملنا حوالي 4-5 اغاني كانت اخصمك وسيدي الغاليين وطمن قلبك لمايا نصري وكانت حاجه لحلمي عبد الباقي وحاجه لإيلين خلف. 5 اغاني ما شاء الله. ف
فسيد الغاليين كنت كان وعايز اقول لك ان سيد الغاليين دي اللي دخلت بعد كده طب ليه، لانه نفس الـ 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 كان مدحت خميس هو الموزع، انا جبت مدحت برضو في ساعتها كان لسه بادئ، كان عامل حاجات كده بسيطه. قلت له يا مدحت تعالى خش معانا المعسكر ده انا ومحمد، مدحت ومحمد من ناحيه وعادل عايش ومحمد من ناحيه تانية، يعني محمد سعد جبت له فريقين حلو، عادل عايش بيعمل اخصمك او مدحت بيعمل طعم مختلف سيد الغاليين. فمحمد بيشتغل مع مدحت، وكان احمد سعد صديق مدحت جدا، ولو تلاحظوا لو سمعتوا سيد الغاليين هتلاقوا صوت احمد سعد فوكال. فجي احمد سعد قاعد في جوه الحاله، فجات له جاله اللحن بتاع طب ليه، قعد يشتغله هو ومدحت، وراحوا بعد ما بعد ما راغب خد سيد الغاليين تاني يوم على طول راحوا له سمعوا له طب ليه، خد الاثنين مع بعض. وشك حلو عليهم يا استاذ. ايوه حضرتك عملت كمان لروبي اغنيه لغاوي، وروبي برضو كانت لسه طالعه جديد برضو كانت لسه طالعه جديد، بس دي الحقيقه يعني هي خدتها من عند محمد، خدتها من عند محمد رحيم طبعا. وبعدين بتكلمني كان وقتها بقى عامله الغنوه الاولانيه اللي هي طب ليه بعيد كده. ايوه وكانت عامله يعني صدمه عند الناس. طبعا فانا كنت قلقان، بس دي طفولتي المشرده دي. بس قلت لها يعني خلاص يعني انت خدتيها من محمد وتقريبا فرحانه بيها، فما قدرتش. وهي الحقيقه غنتها كويس صحيح. بعد كده دكتور شريف صبري صورها بطريقه انا ماليش دعوه بيها. جميل والله، بحب دكتور شريف. خلينا نسمع بقى حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وهي طبعا اغنيه الكينج محمد منير سيدي. طلب السماح. يلا بينا يلا بينا. لسه مكملين معاكم على راديو 90 90 رنا سماحه ومين عطا وباب الغنى، وكل حد من 9 ل 11 استنونا، وضيفنا النهارده الشاعر الكبير استاذ فوزي ابراهيم. نكمل اسئلتنا بقى، نكمل نروح بقى طبعا لامير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. عملتوا مع بعض اغاني كتير قوي. ايه اكتر اغنيه بتحبها في شغلكم مع بعض؟ والله مش يعني انا عايش عمري هايله جدا، مش عشان كلامي، الحاله على بعضها طبعا. انت السبب، كان ربنا موفقنا فيها توفيق غير عادي طبعا. بكل العمر وليد سعد عامل لحن جبار، وانا ربنا كان ملهمني، كانت حاله يعني انا بعد ما كتبتها ما بقتش يعني مين اللي كاتب ده يعني لاول مره، يعني انا اعتقد انه هي يعني عطيه من عند ربنا، ان انا اقول اتاري الحب حتى الحب لو يوم زاد عن حده يخلي قلب يجرح قلب ويتحول لشيء ضده. فالحالة كلها على بعضها كان فيها توفيق. والحقيقة الشغل مع هاني شاكر يخليكي تجيبي من جوه جواك. ايه اللي بيختلف بقى بين شغل مع الفنان هاني شاكر واي مطرب تاني؟ ثقتك في انك انت مع موصل جيد. مش جيد ده، موصل يعني صاروخ بيخش على القلب إحساس. هو ربنا مديله بالظبط صوت وصورة وروح وملامح تخش على القلب، كل تبصي له كده يخش على القلب. فانت خلاص في 50% من التوصيل موجود عند هاني شاكر، فانت بتتعبي في 50% الباقيين. في موقف معين فاكره في الشغل بينكم وبين بعض، كواليس معينه؟ لا، في مره بس بدندن كده واحنا وهو بيغني. انت يا جماعه استاذ فوزي كمان بيغني يا جماعه، هنسمع دلوقتي حاجه. لا وهنسمع بقى انت صغيره هنغني معاك. كنت بتدندن ايه؟ استني بس. فهو بيقول انت السبب، انت السبب يا قلبي. فانا بقول انت السبب يا فوزي. قال لي نعم يا اخويا. استاذنا نروح للديفا سميره سعيد. بس قبل ما ندخل على الاعمال، ايه حكايه سوبرمان؟ ايه سوبرمان؟ اغنيه سوبرمان بلاش، مش عايز تقول. خلاص بقى يعني كان في فكره قديمه قاعدين نشتغل عليها. قول يا استاذ قول. شبه دي يعني. والله يعني اللي هو عارف الست اللي طول الوقت تتكلم جوزها ويقول لها حاضر نعم طيب لا احنا انا كانت الفكره بقى انه في متلحن ده ايقاع ثابت الله، وهي قاعده تقول له حلو قوي انا هزرقها عجبتني هزرقها تاني. فهي قاعده بتكلمه انت سامعني يعني انت فاهمني طب انت وحشني انت
خدت بالك؟ فكره حلوه جدا على فكره. انا بجد في الاخر بقى بتتفرس. دي عبقريه بصراحه، فكره عبقريه جدا. في الاخر بقى بتتفرس وبت بتطلع بقى. وبعدين وراحت فين الفكره دي؟ راحت في سوبر. قعدنا نشتغل فيها، وكالعاده يعني سميره متانيه جدا، بتقعد كتير على ما تنزل الحاجه. فما كملناش بقى، ما كملناش. حصل كمان خلافات بينها وبين صلاح، كنت انا وهي وصلاح. فاللحن ما كملش، ما الورشه ما كملتش يعني. وانا يعني بالنسبه لسميره تحديدا ما بينفعش حاجه هي اشتغلت معايا فيها، لان انا بحبها جدا، فما ينفعش حاجه عملنا عليها ورشه اخدها اوديها لمطربه تاني. لانه سميره فيها ميزه انها لما تخش معاك الورشه بتقول رايها، فطالما رأت انا اخلاقيا باخلاقي، طالما في رنا او مينا قاعد في ورشه وقال رايه في حاجه، ان شاء الله يكون 99 من الاراء بتاعتي انا، بس هو قال حاجه والحاجه دي اضيفت للحاله، ما ينفعش الحاله كلها على بعضها تتاخد وتروح لحد تاني. فانا اعتبرت الغيره خلاص يعني. طب ازاي الفكره دي اصلا قلتها لنا على الهوا دلوقتي؟ انا بجد متغاظه. ما هو في اغنيه سوبرمان دي اتعملت يا ايوه بس دي ما اتعملتش. ما تتعمل بقى، ما هي اللي احنا هناخدها. انت تغني. انا عايز اقول لك ان انا كتبت البوست ده وشيلته تاني، بس اللي خلاني كتبته حقك اساس ان انا زعلت. طب انا كان نفسي تنزل الحاله باي شكل، حلو بس قوي. تطلع بس تنزل حاله نقول عليها الله. لا بس الحاله دي عبقريه يعني. هي سوبرمان جميله وكل حاجه، بس دي حاله عبقريه، دي حاجه تانية خالص، دي اجمل بكتير. ثبتها في اللحن طول الاغنيه. دي فكره ما اتعملتش وفعلا تنجح، وانا هعملها دويتو ماشي. وعايز اقول لك انه حتى فكره التيمبو بتاع الام والاه دي فكره شاعر يعني، فكره الشاعر. انا رايح بالسيناريو يعني، رايح بالسيناريو سيناريو اللحن كمان هي وصلاح. وهم كانوا هنقعد بس ننفذ. ف راحت لصاحب نصيبها بقى. و طب نخش على اغاني تانية عملتوا سوا كذا اغنيه زي صوتك ماله. عملت خاوي ماله، وعملت انا زي غيري ولا غيري زي، وعملنا حاجه انا مش هتجنن مش لاقيها على اليوتيوب. عملنا خاوي حاجه للامم المتحده لليونيسيف للاطفال. اسمها براء الطفل، حاجه من اجمل الحاجات الرقيقه والدافيه طبعا كنا عاملينها للاطفال يعني اللي بيموتوا في الحروب وحاجات زي كده. طيب خلينا نتكلم عن وائل جسار، الصوت العبقري اللي اشتغلت معاه حاجات كتير قوي زي مجروح وخدته ايه وكل واحد حر. كلمنا عن شغلك مع وائل جسار، وايه اكتر اغنيه نجحت ما بينكم؟ وائل كان في ايام وشهور وسنين، يا ما بكى الهوى عاشقين، وخدته ايه، في حاجات بقى انا فوجئت بعد كده، حاجات ما كنتش اتصور انا ممكن اسمعها في افراح شعبي. ففوجئت بعد كده انه خدته ايه، دي مكسره الدنيا في الافراح الشعبي. فعملنا وعملت في حاجه اسمها اوعى تداوي جرح بجرح، دي برضو من الافكار اللي انا بحبها جدا. وكل واحد حر في قلبه، هو من الاصوات الجميله جدا جدا يعني. طبعا. طب نكمل اسئله، نروح بقى الاغنيه اللي كسرت الدنيا طبعا، نانسي عجرم اخصمك. جت منين الفكره واختيار نانسي؟ احكي لنا القصه كلها كده، عايزين متشوقين نعرف القصه كلها. هو نانسي كانت بتشتغل مع ريلاكس ان، مع شركه ريلاكس ان، وريلاكس ان يعني هي للاسف دلوقتي مش موجوده. مش موجود. كان ليها مقر هنا في القاهره في المهندسين. وكنا شغالين مع بعض يعني، اشتغلنا مع بعض قبل كده حاجات لجورج. وفي نجاحات سابقه بيننا وبينهم يعني. تمام. فكلموني وقالوا في صوت جديد، مطربة لبنانية عايزة تنزل للجمهور المصري، عايزة تنزل مصر، بس عاملة ألبوم احنا بخبرتنا ما فيهوش هيت، وطمعانين في هيت وبتاع. فقلت لهم اوكي، دي هيت الهتات كلها. الحياه عملت لها هيت العالم يعني. لحد دلوقتي اعتقد ناس عجره ما ينفعش تطلع حفله، ما ينفعش تخش حته من غير ما تغني اخصمك. حد مش حافظها، صغيرين كبار. الحمد لله. انا واحده من الناس اللي غنيت الاغنيه دي كتير قوي في حفلاتي ويعني انا عايز اقول لك انه في اكتر من مطربه جمال جدا يعني. يعني روح، انا بفرح لما بلاقي مطربه النهارده حلوه بالظبط، تطلع في برنامج تقول انا زعلانه ان انا الغنوه دي انا سمعتها قبل نانسي وما خدتهاش. زي مين؟ هقول انها هي قالت مين؟ لطيفة في برنامج شو عائشة شو اللي كان في رمضان.
وفي ان خلف طبعا الواحد بيبقى ندمان بس انه ما خدش الحاجه الحلوه دي وحد تاني خدها. بس يعني في نفس الوقت بيبقوا فرحانين للي نجحت معايا طبعا. مش قوي يعني لا لا هم بيبقوا بس على حاجه الاغنيه هو بيبقوا باينين ان هم فرحانين لكنهم جواهم بيبقوا زعلانين. انت شكلك انت انا واحده حضرتك انا بزعل لما في اغنيه بتبقى عجباني وعايزاها بس انا يعني دايما ظروفي بتيجي في الحاجات دي بيبقى بتبقى براه يعني انا دايما الاغنيه بتعجبني فورا بدخل انفذها. نفسك ترجع انسى مالكش مكان اهو. كام 100 مليون دلوقتي ولا كام؟ 3000 مليون. طب ما تيجي نروح نسمع خصمك. يا سيدي دلعينا بقى. يلا دلعينا بقى. لسه مكملين معاكم حلقتنا ومعاكم من عطا ورنا سماحه في باب الغنى ومنورنا الشاعر العبقري فوزي ابراهيم. نكمل اسئلتنا بقى. نكمل اسئلتنا. حضرتك كمان عملت الجنات اغاني مسلسل مذكرات سيئه السمعه. ايوه. هل بتختلف مع حضرتك اغاني مسلسلات من الاغاني العاديه؟ اكيد. انا قلت لك ان انا اول حكايه ايه؟ مسرحجي. طبعا. يعني طبعا. ممثل. فده انا عايز اقول لك انه من الحاجات اللي شوف كل احنا قاعدين بنتكلم على اغاني ناجحه واوا عايز اقول لك انا النهارده رغم كل ده انا متعطش جدا لان انا بموت في شغل الدراما. طب انا عملت في المسلسل ده ثلاث اغاني وبدايه ونهايه مع العبقري عمار الشريعي. الله. ومن حسن حظي ان انا لحقته وكنا يعني كنت بحلم بقى ان احنا هنكمل وهو قال لي يعني في غنوه اسمها اللي غنتها جنات اللي هي انا روحي مني بتتسحب. قال لي انت هنا خلتني وديتني روح تانية خالص غير روح عمار الشريعي وقال لي لازم انا عايز اقفش في الروح دي كتير فعايزين نشتغل مع بعض كتير بس يعني الله يرحمه. فقصد اقول لك طبعا الدراما بالنسبه لي انا هي روحي هي ملعبي الحقيقي اللي لحد النهارده ما لعبتش فيه كتير. مين اللي بيختار صوت المطرب اللي هيعمل التتر؟ اكيد الملحن اكتر. ملحن. طيب لو الشركه عرضت عليك تكتب تتر وهيغنيه مطرب مش بتحبه او في بينك وبينه مشاكل هتعمل ايه؟ حاسس انه هيغني الاغنيه وحش. لا لا في بتفصل لا 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 في الفن لو بينه وبينه طار ما دام هو هيوصل هو موصل جيد خلاص انا هنا علاقتي بيه علاقه صوت فنان. طيب هنروح لإيهاب توفيق. عملت له ثلاث اغاني كسروا الدنيا وكانوا نقله في حياته ما لهمش في الطيب والعالم ما انتهاش واجمل حب. نبدا ما لهمش في الطيب كواليس الاغنيه. انا من ايهاب من الاصوات اللي انا بحبهم جدا جدا من قبل ما اشتغل معاه وانا احيانا ببقى متابع صوت ومستنيه. انا للاسف مش من النوع اللي يروح يقول لرنا يا رنا انا عامل لك كذا. ما اعرفش اذا كان ده عيب ولا ميزه بس انا مفيش شخصية. لكن ابقى متابع رنا او متابع مينا وعارف ومستنيه وعارف لما هيجيني هعمل له ايه. صح. هلبسه ايه هو ملبسوش قبل كده بس هيبقى ان قوي وهيبقى عليه. فايهاب انا كنت بحب صوته جدا ومتابعه ومستنيه لما هيجي ممكن اعمل له ايه. فجينا في مره قاعدين بنشتغل انا وصلاح الشرنوبي بنشتغل ما لهمش في طيب دي ده موضوع من الالف للياء انا كاتبه وقاعدين بنشتغل لصلاح وبعدين صلاح لقيته بيقول لي ايه انا شايف ايهاب في الغنوه دي. قلت له طب اقول لك سر. قلت له الغنوه دي انا كاتبها وحاطط في دماغي اتنين ما ينفعش حد تالت. ايهاب توفيق. ايهاب توفيق او هاني شاكر. هاني شاكر طبعا. فقلت له اوكي لو ايهاب يعني لسه ما خلصش الالبوم نكلمه ونكلم الاستاذ طارق عبد الله. عملنا فعلا الغنوه وكلمنا طارق وكلمنا ايهاب. فطارق قال طب انتوا فين بتعملوا ايه؟ طب ما تجونا الاستوديو. رحنا الاستوديو كان في صوت الحب تقريبا وكانوا بيسجلوا اخر غنوه في الالبوم كان البوم يعشق قمر تقريبا وخلص الالبوم خلص بس سمع الغنوه اتجننوا بيها. فقالوا الغنوه دي بتاعتنا بس مش هينفع تنزل في الالبوم ده فمعلش هتستنى للسنه الجايه. فانا لما يكون في مطرب انا بحبه وعارف ان الغنوه هتفرق معاه او هتفرق في معايا ومعاه يعني هتحط بصمه ما اتحطتش قبل كده هتودي الجمهور ما راحلوش قبل كده ممكن استحمل ممكن اصبر. بس كانت الله يرحمها بقى الحاجه والده ايهاب
يرحمه. ما يفوتش شهر إلا ما تكلمنا أنا وصلاح تأكد على الغنوة دي. يا جميلة. آه. الله يرحمه. اوعى الغنوة دي حد تاني يسمعها لأنه إحنا ما قبضناش. اللي هو متأمن بس. اللي هو يعني بالصداقة الحلوة اللي بينه وبين طارق عبد الله. كانت حابة الأغنية. جدا. بقول لك ما يفوتش يعني ما يفوتش كل شهر لازم تأكد على الأغنية ما تروحش موجودة. وأول ما بدأوا يشتغلوا في الألبوم راحوا جايين يشتغلوا في ما لهمش في الطيب. جينا بقى فكروا يصوروا الأغنية. الأغنية لو أنتوا فاكرين هي نزلت الأول أوديو نجحت من غير كليب من غير أي حاجة ما شاء الله كسرت الدنيا. فجم بقى فكروا يصوروها مع غنوة تانية كده فوق البيعة. فلقيت طارق عبد الله بيكلمني بيقول لي هنصور ما لهمش في الطيب ومش عارف تقريبا معاها سحراني او حاجه زي كده. جميل مغازي هياخدها باكج. اوكي. يا جدعان انا كنت مرشح لهم حد مخرجه. مين؟ مش مهم بقى. ليه عايزين نعرف؟ ليه هنعرف يعني احنا مستمتعين يعني مش مهم. فالمهم وكان عاجبها جدا الموضوع لكن هم ما عجبهمش الفلوس. فالمهم كان جميل صديقي وحبيبي وقتها ما عملش دراما خالص. اول مره في حياته كان يعمل حدوته. كان كل شغله اوكي هدود وحاجات زي كده وستايلات خالص دراما قبل كده. فقلت له طب وبعدين انا خايف الغنوه مكسره الدنيا من غير ما تتصور. لو اتصورت في حته يبوظوها يا بالظبط. فقلت له طيب انا ممكن تسيبني اكلم جميل. قال لي قوي كلمت جميل مغازي. قلت له جميل عندك مانع انا اعمل سيناريو الغنوه دي؟ قال لي لا انا مخرج. بالعكس يا ريت كل شاعر يجي يعمل سيناريو ان هو اكتر حد فاهم بيبقى شايف الموضوع. وقد كان السيناريو اللي انتم شايفينه ده تأليفك من اول الكلمتين. قصه فيلم صغير طبعا. فيلم صغير الاول كده بس. ويمكن طبعا ده سر نجاح الفيديو كليب. بس طبعا لازم اقول انه جميل مغازي ابدع نفذها بعبقرية. صحيح. والعالم ما انتهاش. اشمعنى اخترت ايهاب برضه؟ كان بعد نجاح ما لهمش في الطيب بقى فنكمل بقى. فعايزين بقى تاني فعملنا العالم ما انتهاش وبعدين عملنا اجمل حب. طيب عملت كمان لنجوم كتير عرب زي باسكال مشعلاني ووائل كفوري وصابر رباعي وامل حجازي وغيرهم ناس كتير قوي. ايه الفرق بين الشغل المطربين المصريين والمطربين العرب اللي مش مصريين؟ انت شريره جدا. والله هو راؤول اللي شرير. انت شريره جدا. بص هقول لك على حاجه. انا زيك. انا فوجئت لما باجي اعمل حصر الاغنيه بلاقي النسبه الاكبر لبنانيين. يعني انا فوجئت بان اغلب شغلي مع لبنانيين. فدورت على السر اللي انت يعني انا سالت نفسي السر ايه. السر ان هم بيسمعوا الغنوه من اول مره بيقولوا او لا. هو ده كنا بنتكلم عليه فراسة. في الفاصل. بيسمع بتسمع الغنوه او بيسمع زي الغنوه زي تكون قناص للاغنيه الحلوه. الغنوه خلاص بتاعتي. صح. اصدقائنا وحبايبنا بتدللوا علينا عشان احنا اصدقاء وحبايب ومصريين زي بعض. فبياخد الغنوه يسمع براحته. ممكن يقعد شهر. دي مشكلة. اتنين تلاتة طبعا. لانه بيبقى حاجة من اتنين. يا هو ركنها عشان يقعد بقى يجمع مني ومن غيري ويقارن وحاجات زي كده ومتردد. يا اما هو مش عايز يقولك مش عجباني. بس انا العلاقة بينه وبين الناس ما فيهاش كده. يعني احنا يا سيدي قول انها مش عجباني. وانما انك تاخد الغنوة او تاخدي الغنوة وتركنيها. وانا وبعدين بقى انا لسه قايل لرانا انا مش من النوع اللي اكلم حد عشان اقول له ان انا عندي ليك بقى. فما بالك بقى لو انت خدت. انا مش هقعد اكلمك كل شويه واقول لك هنعمل ايه الا اذا كنت بقى حبيبي قوي وباقي عليك قوي وحاسس فهكلمك مره يعني. وحاسس حاسس ان انت يعني ما لا يمكن تكون ركنها عشان خاطر اكلمك مره واثنين وثلاثه. ممكن اصبر مره اثنين بعد كده خلاص شكرا. طب تيجي نسمع حاجة لصابر الرباعي جميلة قوي. يلا نسمع فين الناس. يلا نرجع نكمل معاكم باب الغنى. ودلوقتي فقرتنا عمل على الهواء مع ضيفنا الكريم الأستاذ فوزي إبراهيم. حضرتك دلوقتي ورقة. فين يا باشا الورقة؟ خش الورقة ايه؟ فيها أغنية من واحدة من أحلى أغانيك وأهمهم اللي هي إيه بقى يا موني؟ مالهمش في الطيب لإيهاب توفيق. إحنا بقى هنجيب لك ورقة وقلم ونغير كلامها ونغنيها سوا على الهواء.
ايه رايك؟ اروح حته منها كده اول مين اللي يغير؟ حضرتك واحنا بنغني جايبني اساسا انا مش مركز انا امبارح من امبارح هنروح هنسمع حاجه فاصل لحد ما نقعد نكتب لحد ما حضرتك تكتب لنا مش كلها هنغني بقى دلوقتي ما لهمش في الطيب بس بكلام جديد اول اربع شطور كده عشان سربان الاستاذ بصوا بقى طب اي حاجه قولي وانا اقول معاكي يلا دايما هعيش طيب مهما انتهى طيب دايما هعيش طيب مهما انتهى طيب ولا يوم هيشوفوا مني غير كل شيء طيب دايما هعيش طيب الله الله عليك يا استاذ الجملتين دول حلوين كده ازاي بس احنا سربانات جدا معلش بس هي لعبه كده هي لعبه احنا قلنا لا للاسف يعني الوقت خلص معاك بسرعه جدا حلقة عسل. جدا ربنا يخليك انا واحنا استمتعنا جدا جدا وانا استمتعت بيك وكنا عايزين ساعتين تانيين عشان يعني مساله ان انا ابقى مع حد من جيلكم بتسعدني جدا لانه شرف لينا. يعني بحس ان انا لسه يعني قادر اوصل طبعا يا استاذ لجيلكم الصغير نمره 2 انا بعتبر انه اي حد يتعامل مع الجيل الجديد بيعمل حاله تجديد دماغ يعني انا في بدايه شغلي في الصحافه تعمدت اروح اعمل باب عن او صفحه عن اكاديميه الفنون وطلبه اكاديميه الفنون وكانت فرقه في حياتي انا من طلبه اكاديميه الفنون كنت انا رغم ان انا اكبر منهم وانا اللي رايح اتابعهم الا اني كنت بجدد دماغي معاهم مطلوب. مع افكارهم الفريش نورتنا وشرفتنا وامتعتنا باعمالك العظيمه ويا رب دايما متالق ومتجدد ومكسر الدنيا وايه نورتنا استاذ واستنونا ان شاء الله الحد الجاي من 9 11